تعالى نقعد نبدأ نحكي من أول 2009، إيه اللي حصل مع خالد من آخر مرة اتقابلنا؟ كنا في آخر 2009 بقى بالظبط. صح، احكي لي. كنت في مسابقة عاملها يعني أحد الإذاعات مع شركات خليجية كبيرة، ومسابقة كبيرة جدا، وكسبت، طلعت المركز الأول، ووقعت مع الشركة فترة، ونزلت فعلا أغنية، وبعد كده بدأت أنا أشتغل لوحدي. حلو. وبدأت أنزل أغاني، ونزلت فعلا أغاني، وبدأت تتعرف بشكل كبير بس بشكل متقطع شوية، والحمد لله كان في حاجات منها نجحت بشكل كويس قوي جدا. الحمد لله. وبعد كده بس كنت كلها ألحاني، وفي حاجات كمان ألحان ناس تانية. وبس بعد كده، بعديها بفترة، دخلت The Voice ووصلت للنهائيات بتاعت The Voice، وكانت انتعاشة كده كويسة. ومن بعديها رجعت أنزل أغاني تاني، وبلحن كمان، وبدرب غنى، يعني اكتيفيتي كتيره. بس يعني انت بالاساس كنت بتلحن يا خالد؟ من الاول خالص. بس طبعا الغنى والتلحين بدأوا مع بعض تقريبا في نفس الوقت. انت حبيت ايه اكتر؟ لا، الغنى يا الغنى شيخ. الغنى طبعا. الغنى ليه باشن، ليه كده احساس مختلف. التلحين برضو، انا لحنت كده يعني، عارف بنسميها لماضه كده، اللي هو انا عايز الحن، انا في حاجه في دماغي، فكره نفسي اطلعها. وسبحان الله يعني، انا ما بلحنش اغاني كتير قوي، بس الحمد لله اللي بلحنه يعني الناس بتعجب بيه بشكل كبير. انا بيني وبينك ما بشوفهاش لمضه خالص، لان انا اولا بشوفك كملحن مختلف تماما بصراحه. الحمد لله. ده نمره واحد. نمره اتنين، انت ليك طريقه، وده سبب اختلافك وانت بتحط المزيكا، وليك طريقه وانت بتغني. يعني حتى لما كنا قبل ما نبدا على طول الفقره، وده مهم برضو، انه خالد بدا يغني يا مسافر وحدك. فيا مسافر وحدك هو غناها بطريقه خالد حلمي، وفي كده بعض الكلمات وبعض القفلات ومش عارف، هو بيغنيها بطريقته هو. وده اللي بيخلي انه انا مثلا بقعد طول الوقت بشكل، يعني هقول لك، مش هقول لك بشكل يومي، لكن هو شبه يومي يعني، مش بعيد، اقعد ابص على الفيديوهات اللي انت بتعملها طول الوقت على تيك توك وحاجات زي كده. ولحد ما انا لقيت، كنت مره كده قاعد، انا مخي كان واجعني بصراحه وكنت مقريف، ولقيتك قاعد عمال بتغني، ورحت ساكت، ورحت على طول بعت الفيديو لزمايلي وقلت لهم هاتولي خالد.